أقوى عرض فيلر موجود في عباس العقاد، فيلر أمريكي ب1500 بدل 2500، العرض لمدة 48 ساعة. الموضوع كان معايا من مدة، ما جات لي طالبة في كلية الأداب اسمها هدير محمد في الصف الرابع آخر سنة ليها، قالت لي إن أنا بعاني من مشكلة صحية في شفتي، إن هي عملت حقنة فيلر. أنا أول سؤال سألته لها أنت عرفتيها إزاي؟ قالت لي عن طريق السوشيال ميديا، كانت عاملة عرض للفيلر، حقنة الفيلر الواحدة كانت ب1500 جنيه. قالت لي انا مش عارفه اكل، قالت لي وجع فظيع جدا، قالت لي تحسي ان شفايفي عامله زي الكاوتش، احساس ملمس الكاوتش كده ده شفايفها. قالت لي شفتي بوز البطه؟ قالت لي منظر شفايفي كان بشع بشع بشع. بتقول انا رحت لطبيب تاني جلديه قال لها احمدي ربنا ان انت نقصت نفسك، لان الموضوع ده لو المواد دي تفاعلت مع الوش لا قدر الله كان ممكن يقلب بحاجات خطيره جدا، ممكن كانت توصل معاكي للكانسر لا قدر الله. حضرتك متخيله الموقف؟ بتقول انا اتعالجت واخدت حقنه اذابه عشان تذوب الفيلر اللي هي حقنته بيها في الشفايف. بتقول لي والعلاج مع الحقنه قالت كلفوني 8000 جنيه.